لصالح دائرة صحة المثنى العتبة العباسية المقدسة، تمد يد العون وتشرع ببناء ردهات لإنعاش المصابين بفيروس كورونا، إذ تعتبر هذه الردهة هي السادسة في البلاد التي تشيدها كوادر قسم الصيانة الهندسية في العتبة المطهرة لغرض تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين بجائحة كورونا. بطلب من دائرة صحة المثنى توجهوا للعتبة العباسية المقدسة واستحصلوا موافقات بإنشاء الردهة بمساعدة العتبة العباسية المقدسة. تتكون هاي الردهة حسب المخططات المتفق عليها من 114 سويت متكامل، غرف منفردة منفصلة عن بعضها للمصابين حسب المواصفات المطلوبة، مهيئة من كل الخدمات، التبريد، التهوية، المجاري، المي، مجموعة صحية بكل غرفة. حاجة ملحة لزيادة السعة السريرية في هذا الظرف لإنشاء ردهة حياة أخرى تقوم بها العتبة المقدسة بتنفيذ وبتمويل من وزارة الصحة والمتبرعين في محافظة المثنى. بإشراف العتبة يقوم هذا المشروع إن شاء الله لتقديم الخدمة الطبية لمرضى وباء كورونا على مساحة 3500 متر مربع داخل مستشفى الحسين التعليمي في محافظة المثنى، الذي سيتضمن بناء 100 غرفة منفردة تحتوي على جميع المرافق الصحية، فضلا عن تشييد 14 غرفة يتم استخدامها من قبل الكوادر الطبية لغرض التعفير وخزن الأدوية والعلاجات والأمور الأخرى. اليوم دائرة صحة المثنى فخورة بتبنيها العتبة العباسية مشروع المستشفى الكرفاني بسعة 100 سرير. اليوم تم اختيار العتبة العباسية لإنشاء أو التنفيذ هذا المشروع كون العتبة العباسية من الجهات صاحبة الخبرة في هذا المجال، وتم إنشاء أكثر من مؤسسة لهذا الغرض، ومن خلال المتابعة كانت مواصفات جدا ممتازة وبعمل وقت جدا قليل. اليوم هذا اللي خلانا نسرع للجوء إلى العتبة العباسية لإنشاء هذا المشروع. دقة العمل وسرعة الإنجاز والخبرات المتراكمة كانت كفيلة لاختيار العتبة العباسية المقدسة لتنفيذ هذا المشروع الذي تفتقر إليه محافظة المثنى في الوقت الراهن، إذ سيقدم خدماته لأبناء المحافظة في الأيام القليلة المقبلة.